ما عندناش ثقافة العناية، دايما بنروح للدكتور بعد ما تكون حصلت المشكلة. ده حائط صد أمام ظهور التجاعيد. في ثانية ممكن تقلب معاك لتطور غير طبيعي. التهور على الجلد في الفترة دي خطر جدا. الليزر بيبقى عايز حالات معينة. كنت بتقول أنا لسه صغيرة عشان أهتم ببشرتي. عشان كده بقول مش كل الحالات تلجأ لليزر مرة واحدة. هو عامل مساعد جدا جدا جدا. الدكتور ندى رضا، استشاري الأمراض الجلدية والعلاج التجميلي بالليزر، عضو الجمعية الأوروبية لأمراض الجلدية التجميلية. أهلا بكم. طبعا الموضوع بتاع النهاردة ده موضوع مهم جدا يا جماعة. احنا بنتكلم عن حاجة مشهورة جدا دلوقتي اسمها الإكستنشن. والإكستنشن ده تعبير معروف جدا لكل البنات، يعني وصلات الشعر. الموضوع بالنسبة للرجالة ليه؟ لأنه طبعا في رجالة راح اقول له راكب اكستنشن على ايه ده راح. في حاجه ثانيه للرجال هنتكلم عليها ده، لكن البنت تلاقي شعرها حلو وتروح تجيب حاجه اسمها وصله اسمها اكستنشن. وده على فكره احنا كده يعني زي ما بيقولوا ايه، بنضرب تحت الحزام زي ما بيقولوا. احنا بنضرب في تجاره رابحه جدا جدا، لان احنا بنتكلم على ناس بتبيع هذا الشعر المستعار الاكستنشن بالجرام. والراجل على فكره يعني بيني وبينكم كده مضرور في الموضوع ده. انت بتبقى ماشي في مكان او قاعد في حته، تدخل بنت شعر، واو شعر، فرحان انت قوي بقى، مساء الخير يا فندم، مساء النور، خطوبه، جواز، ها حلو، يوم الفرح، شعر هنا هنا، فين الباقي؟ ده وفي رجاله محبه للشعر. هل هذا الاكستنشن يعني خطر ولا مش خطر؟ هو ده السؤال اللي بيطرح نفسه. طبعا صاحبة هذا الموضوع واللي يعني قالت لي احنا بنتكلم عنه النهارده تتحمل كل الحرب، هي حرب بجد، حوار حربي، لان احنا بقول لكم هنضرب في تجاره اعتقد ان اصحابها هيزعلوا قوي، لان احنا بس ما يزعلوا لان احنا نقول كلام علمي مهم جدا. ضيفة قيمة علمية كبيرة واسم جماهيري متميز، يا ضيفتي العزيزة الأستاذ دكتور ندى رضا، أهلا بيك. أهلا بيك يا دكتور سعد. جاهزة للحرب؟ جاهزة. أنا إيه؟ أنت عارفة الموضوع زي ما أنا هقول لك بقى بلغة الأفلام السينمائية، أنت عارفة أنت هتحاربي مين؟ عارفة. ده بيزنس. واصحابي كمان، مش كان اصحابي ثلاث ارباع اللي بيقولوا الكلام ده اصدقائي، وانا بيني وبين بعض نقاش على الموضوع. الحقيقه هم يعملوا اللي هم، في ناس محتاجه لكن في ناس اساسا بتطمع. في ناس بتطمع فعلا. في ناس شعرها كويس جدا، في بنات يعني انا بقول مثلا في سيده ممكن تلجا للكلام ده اللي هي شعرها فعلا خف. انا بس عشان نعرف ايه الهير اكستنشنز الاول دلوقتي، عشان انا ضايقت جدا او بكلف الموضوع ده ليه؟ لان بلاقي بنات عندهم 20 سنه وشعرها كويس جدا، شعرها كويس قوي، وحاطه فيه وصلات صناعيه ثابته. يعني في وصلات صناعيه متحركه اللي هي بتحطها في المناسبه، اللي هي بتبقى بهير كليب، بتبقى زي كليبات كده بنس بتتحط تزود بيها شعرها. اوكي. وتفكها بعد المناسبه. ده اقلهم ضررا. وفي ناس حضرتك انا حتى جايبه صور بتبقى عباره عن حاجه اسمها هير تيكر. تيكر يعني ايه؟ يعني زي السلوتيب كده بيتلزق بماده معينه على الشعر، وكل ما شعرها يطول تروح لكوافير يفك التيكر دي ويرفعه فوق تاني. تبقى مثلا لازقه سته تيكرز. انت مالك مندهش معايا كده ليه؟ استنى شويه. الكلام ده والله السلايدز موجود، يمكن لو وروا الصور لحضرتك. سته يمين وسته شمال. وتيجي بنت عندها حاجه 20 سنه شعرها لسه كويس، تيجي تقول لك انا شعري بيقع. طب ما حضرتك لزقتيه ليه طيب دلوقتي بدري؟ عشان تزود الفوليوم. ما هو ده الفوليوم موجود، دي الوصلات اللي هي بتتركب وتتشال. دي اخفهم ضررا. ممكن حضرتك تركب من 2 ل 4 ل 8 على حسب هي بتقدر تتحمل قد ايه. الحاجه دي مركبه 36؟ لا هي ده بيقول لك الموجود كده. في ناس بتركبهم تحت وفوق، ده اللي هي بيتخيط في الشعر ده. يعني دول بقى اشد بقى ليه؟ ده بيبقى مش عايزه ان العريس او الرجل يحس، فهي وهو بيعمل في شعرها كده ما يحسش قوي. لان هو متخيط. انت عارفه الرجاله خبيثه يشك. لا ما هو يعني بنت عروسه او حاجه مش عايزه ان هي تفك. مش عايزاها تفك او يبان هو بيطول، فهي بتخيطه في شعرها. ده بيبقى فيري اكسبنسيف، غالي جدا، وده بيبقى شعر صناعي متخيط في الشعر الاساسي. تخيل حضرتك التقل اللي محمول على الشعرية الاساسيه.
طبعا شعرها سنه قديمه متشعلقه كده كده واحد شايله في شعر طبيعي. يعني الشعر الطبيعي متخيط فيه شعر صناعي، وفي التيكر بقى اللي هم زي دول بقى. بص حضرتك دول هي وصلات لازقه، بص قد ايه لازقه في لازقه، وكل ما شعرها يطول تروح شايله السلوتيب او التيكر ده رافعاه فوق. ده فن، ده صناعه، دي صناعه مربحه جدا. اولا الشعر الطويل ده حضرتك، انا لسه كنت بحكي قبل الهوا ان احنا عندنا بنقصه في الهند، اكتشفوا ان في وهنا هم قاعدين في السينما البنات بتقص شعرهم، بيخشوا العصابات دي بتقص الشعر للبنات عشان الشعر الهندي هو احسن شعر. والبنت مش حاسه، والبنت مش حاسه في السينما تلاقي شعرها اتقص. على فكره البنت لسه شعرها في الهند ممكن يبقى كبير قوي، تحطه ورا في السينما. ورا مثلا فيروح هم داخلين يقصوا الشعر ويطلع قاعد. ده شغلته، هو ده شغلته، يقص الشعر ويتاجروا بيه، وده بيتباع بالجرام لان الشعر الهندي الطبيعي ده اغلى شعر، ده اغلى شعر موجود، والشعر البرازيلي وراه. فدول بيتباعوا بالجرام، فهو بقى على حسب تخيطه او انها تلزقه او تحط وصلات تتحط وتتفك بعد المناسبه. كلهم بيسببوا سقوط مبكر للشعر عشان نبقى عارفين، بس كلهم اقلهم ضررا اللي بيتفك، اكثرهم ضررا اللي بيلزق، اكثرهم الاكثر ضررا اللي بيتخيط، عشان خاطر نبقى عارفين بس الاضرار كده ليه. القضيه ان لو البنت شعرها كويس، احنا عندنا مفروض مثلا اب تو 100,000 شعرايه في فروه الراس، لو وقع 100 شعرايه في اليوم طبيعي، يعني عشان نبقى عارفين سقوط الشعر الطبيعي هو سقوط 100 شعرايه في اليوم، اكتر من كده يبقى غير طبيعي. اكتر من كده ما تجيلي حد عندها حاجه و20 سنه وحالتها الصحيه كويسه جدا وحاطه كل الشعر الصناعي ده، انا متوقعه ان عندها اكتر 100 شعرايه في اليوم هتقع. هذا بقى الى الحوار، الى الابيض والاسود والرمادي. ابيض اسود ام رمادي؟ الهير اكستنشن ليس امر مستحدث وجديد، بل انه امر يعود الى القدماء المصريين. طبعا احنا عندنا طبعا احنا مش عارفين الشعر الصناعي كان في الفراعنه كان ازاي، كله متضفر كده وكانوا موجودين على طول بهذا الهيئه. هل كانت هي على طول مضفراه ولا هل هو كان يقوم بوصلات؟ وفي رسومات على المعابد معروفه ان هي كانت في بيحطوا وصلات للشعر ده موجوده عندهم، فهو معروف ان الشعر الصناعي او احنا اول ما يعني عملنا في التجميل، على فكره الفراعنه اول ناس عملوا التجميل والصبغات والحنه وكل الكلام ده عندنا موجود على معابدنا مرسوم. ففعلا احنا عندنا الشعر الصناعي موجود من ايام الفراعنه. هناك بعض وصلات الشعر لا تتسبب في ضرر وتعطي مظهر طبيعي للشعر، الكلام ده ابيض ولا اسود ولا رمادي؟ لا طبعا ده الكلام ده اسود. اسود طبعا، كل وصلات الشعر بيؤدي لسقوط الشعر، مفيش حاجه اسمها انها بتؤدي لتغذيته او انها بتحافظ عليه او ان انا لا اسبب ضرر، لا طبعا. هناك بعض الناس تروج الى ان هناك وصلات للشعر زي وصلات الكرياتين تستطيع المراه ان تقوم بعمل صبغات فيها وممارسه حياتها الطبيعيه وتدوم معها لفترات طويله، ده ابيض ولا اسود ولا رمادي؟ هو رمادي، لان هي ممكن تحط الوصلات بيبقى اوريدي الشعرايه الطبيعيه بتاعت الوصلات معالجه، فبالتالي ما بتهش وما بتبقاش عندها اي نوع، بتزداد نعومه الشعر والكلام ده كله. فعلا بتمارس بيها حياتها الطبيعيه، بتستحمى بيها وبتنزل البحر بيها وبتنشفها كانها شعرها، هي ما بتفكهاش، بس كل الضرر ان شعرها هيقع بدري. طرق العنايه بالوصله او الخصله هي التي تطول في عمرها، الكلام ده صح ابيض ولا اسود ولا رمادي؟ لا الكلام ده اسود، مش صح خالص طبعا. مفيش حاجه اسمها تطيل عمر الخصله، هي خصله حضرتك هتفضل موجوده طول ما الشعرايه الاصليه بتاعت شعر راسها شايلاها. لكن لو الشعرايه الاصليه بتاعت شعر راسها وقعت مبكرا، واكيد هتقع مبكرا من الوزن. يعني حضرتك احنا عندنا الشعر بيبقى اسمه اناجين وتالاجين اناجين وكاتاجين وتالاجين. الاناجين النمو ده اكتر فتره بتقعد فيها من سنتين لست سنين. بعدين التالوجين بتقعد حوالي اسبوعين لثلاثه، بعدين التالوجين افروفم اللي هي التالوجين العاديه من حوالي سنه لسنتين. دي اللي هي مرحله نمو الشعر، هي موجوده اهي قدام. مراحل نمو الشعر. مراحل نمو الشعر. اناجين البدايه، كاتاجين وبعدين هي بعد كده بتقع حوالي في التالوجين، وهي بتقع المفروض في شعرايه جديده بتطلع مكانها اللي هي الاناجين. القضيه كلها ان هي بتقع لو معاها شعرايه بتقع بيها، مفيش مكان لشعرايه جديده تطلع. يعني هي اوريدي تعبانه اكزوستد، هي واقعه بحمل ثقيل. وحتى فتره الريستنج اللي هي الكاتاجين هي المفروض انها تقعد من حوالي اسبوعين، من اسبوع لاسبوعين، هي قاعده شايله حمل فهتقع بدري. فانا سو سيمبلي انا بعجل من سقوط الشعر الريستنج اللي هو تلت الشعر، بعجل من سقوطه، والشعر اللي بيقع بقول له اقع كمان معاك حاجه ثانيه. فانا بفقد كتير جدا من الشعر، وهم بيبقوا عارفين الكلام ده وبيقول لك طب انا هزود في الاكستنشن.
يعني تقول لك ما هي حضرتك انا بس ايه امتى بقى بتلجا للعلاج؟ اما تكتشف ان هي مش قادره من الصداع. يعني هي كانت الاول مركبه 2 بعدين بقت مركبه 4 بدات مركبه 8 تقول لك لا انا عندي هادك انا عندي صداع مش قادره. فهي بتلجا لنا لما بتلجا للصداع تقول لك انا عايزه بقى ارجع بقى اشيل كل الاكستنشنز دي واخد علاج يطلع شعري تاني. يكون سبق السيف العزل. انا بس بدي جرس انذار ان لو سمحتوا اما تحطي هير اكستنشن روحي للدكتور يقول لك كان شعرك بيقع سقوط طبيعي ولا دخلنا في السقوط المرضي. بس طب انا عايز اروح بقى للمتهم والجني والبريء. واضح ان الشعر دايما هيكون يا عيني المجني عليه اكيد في كل الاحوال. نشوف مع بعض المتهم والجني والبريء. جاني متهم ام بريء؟ سيده شعرها جاي كويس وتلجأ عشان هي طماعة ومن الطمع ما يودي في داهية إلى وضع شعر مستعار أو شعر وصلات شعر يعني زي اللي احنا بنتكلم فيه اكستنشن بالرغم إنها ما مش محتاجة. دي متهمة ولا جانية ولا بريء وجربتها توديها فيه؟ لا هي جانية طبعا. هي طبعا بتحلم بالفنانات والنجمات اللي بتشوفهم على التلفزيون. هم دول أصلا مركبين اكستنشن يعني حضرتك أنت بتشوفهم على الشاشة في حفلة أو في فيلم أو في استعراض هي طبعا مركبة اكستنشن لكن بتشوفها كده في صورها في الجيم أو صورها في العادية هي مش مركبة الاكستنشن ده. فهي عايزة تبقى زي صورة الفنانة في الاستعراض أو الفنانة اللي ظاهرة قدامها. فهي جانية إنها تطمع في شيء جميل مؤقت عايزة يبقى شيء جميل دائم عندها فهي جانية طبعا. يوديها فيها لسقوط مبكر للشعر ما هنضطر نرجع ليه لعلاجات معينه بتأدي لنتيجه جيده لكن هي علاجات بتبقى يا اما البي ار بي او البلازما او الميزوثيرابي. الشخص اللي بيقوم بتركيب وصلات الشخص الشعر بصوره دائمه حتى لو كانت طبيعيه وتؤدي الى اتلاف الشعر حتى لو كانت طبيعيه ما هو انا بتكلم على شعر طبيعي ده مهتم ولا جاني ولا بريء؟ الشخص بقى اللي بيقوم كده الكوافير يعني سواء اعتبرتي كوافير ما احنا قلنا الشخصيه نفسها اكيد متهم يعني الكوافير طبعا هو بيكسب الموضوع ده هو ده يعني ما اقدرش هو ده شغله هو اكيد بيقول لها يعني هو اكيد بيقول لها وهي بيقنعها ان هي محتاجه يعني هو ما اقدرش اقول عليهم جاني او متهم هو متهم هو لو كان بيقول لها ده في مناسبه في حاجه مش عارف ايه لو انت عايز تظهري بصوره اتراكتيف في يوم كل فتره هو السيدات يميلوا للطمع هي عايزه تبقى كده على طول على طول يعني مش عايزه تبقى كده في المناسبه هي عايزه تبقى كده على طول هي كده لو هي كده في مناسبه هيركب لها اللي هو بكليب ويتشال لكن او زي ما كانوا زمان بيعملوا هو الباروكه اللي هي بتتبك بيوك كده تتركب او تلبسها في المناسبه وتقلعها بعد كده لكن هي بتبقى السيده عايزه تعيش طول الوقت بالشعر ده. وعلى فكره انا بحس ان هو باين يعني انا ساعات دلوقتي بقيت اعرفهم يعني بحس لا خلي بالك ده انا اسطوره تجيبها على طول الشعر كده انا بعرف كل حاجه مظبوط كده بعرف كل حاجه بعرف ايه الاصطناعي وايه اللي اتعمل الصناعي في كل حاجه بالظبط ومدى جودته يعني بس مثلا عشان دكاتره فبتعرف تلقطها يعني مثلا انت بتحس ان حد مثلا في الـ40 من عمره او في تعدى الـ45 عمره وشعرها بهذا الحجم مش جايه يعني مش مظبوطه ممكن يكون شعرها حلو لكن ما يبقاش شعرها بهذا الحجم الكبير لان باي ايج احنا عارفين هو شعره بيخف بالتقدم في العمر وبالحمل وبالولاده وكل كده فاكيد شعرها خف بعدين استحاله يكون بهذا الكم يعني في استعراض مغنيات بيطلعوا منين يعني اصل هي نفس وشها ما يشيلش الشعر ده كله يعني بنشوف حاجات غريبه هو الرجاله بتعمل الحاجات دي؟ في رجال اللي هم عندهم البوني تيل يعني في رجال حضرتك بيبقوا عايزين هم البوني تيل بتاع المصيف او ده في بيعملوا وصلات صغيره يعني مش وصلات طويله بيبقوا وصلات صغيره عشان خاطر يلموا ديل حصان طبعا يعني في حاجات بكرهها في الحياه انا بكره البوني تيل ده رجال بقى ما اقدرش اتكلم أنا عندي في ناس بيجوا عندهم مراكبين وصلات رجال عشان ما يبقاش بس للسيدات في رجال مراكبين وصلات اللي هم بيعملوا البوني تيل مستعجلين عليه وهم بيركبوه. عايز اسال سؤال مهم قوي الشخص الذي يدعي ان وصلات الشعر المتحركه من افضل انواع الوصلات ده متهم ولا اللي هو الكليب ستيج ده متهم ولا جنيه ولا بريء؟ افضل انواع الوصلات من افضل انواع الوصلات ده طبعا هو لا ده مش متهم ده بريء هو فعلا هي من افضل انواع الوصلات ان هي بتتشال مش ولا بتتغسل ولا بتنام بيها ولا حاجه لا دي بتتشال فدي اقلهم ضررا طبعا ده كويس. الست المستهبله ده العنوان الجاي ده اوكي اللي هي ايه؟ حاطه بقى وصلات شعر خلاص هو ده بالنسبه لها شعرها صدقت ان هو ده شعرها وفقدت الاعتناء بشعرها الحقيقي دي متهمه ولا جانيه ولا بريء؟
لا دي جانية طبعا. ما هي مستعجلة طبعا. آه. يعني هي أول ما تركب وصلات وتحس إن شعرها بيقع لابد من التوجه لطبيب أمراض جلدية، وتيجي تشوف بالظبط إزاي نقدر هنخلي لها الوصلات بتاعتها. إحنا مش هنشيل لها الوصلات، بس هنخلي إن هي في نفس الوقت تاخد علاج ما نخليش شعرها يقع. هنروح بقى للحاجات المتعلقة بالشعر، والشعر ده أكثر حاجة عليه على أوهام على فكرة. هنروح للوهم شك أم يقين. بعض وصلات الشعر يمكن ان تؤدي الى حساسيه وصداع. عايزين نفهمها دي انا وهم، بس انت قلتي الكلام ده من شويه. آه لا يقين طبعا. بس ليه اتراكشن جدك يعني بيشد على العضلات ولا؟ اولا في ناس ما تقدرش تتعود الكلام ده، في ناس اصلا بتلبس البروك او الباروكه بيجي لها صداع. في ناس عندها مجرد اي حاجه فورم بتتحفي، في ناس حضرتك بتلبس الحجاب بيجي لها صداع. يعني في ناس اوريدي بيجي لها نوع من الصداع نتيجه اي حاجه لود، اي وزن او اي حمل على فروه الراس بيجي لها صداع. تاني حاجه ان هي بتبقى تقيله، في ناس بتركب وصلات ثقيله توصل مثلا ل 60 جرام مثلا في كل حته، بتبقى تلاقيها مثلا في الاخر حوالي ربع كيلو، فكتير على فكره ربع كيلو ده على فروه الراس كتير يعني. فحتى لو متوزعه فده وزن فبيسبب صداع. في نوع من الماده نفسها اللاصقه اللي بتتحط ساعات بتؤدي الى اريتيشن فروه الراس، ودي انا بشوفها اول ما بتيجي اشوف حمار من فروه راس معين ابتدي ادور بقى لو في وصلات متخيطه. الاقي في وصلات، بيبقى في التهاب في فروه الراس من نتيجه الماده اللاصقه اللي لصقت بيها اللي هي التكر اللي هي الصمغ اللي اتلزق بيه. فطبعا بتعمل حساسيه وهرش. لابد من زياره مصفف الشعر كل فتره للحفاظ على الوصلات لتبقى فتره اطول او وقت اطول. ده وهم ولا شك ولا يقين؟ احنا كده السؤال ده على فكره يعني بيهتم بالوصلات على حساب الشعر. انا ويقين تزور الطبيب والمصفف. الاثنين يعني اللي حاطه وصلات لابد انها تكون، وهي بتزور المصفف بيقول لها انا هعيدها لك، لابد يكون معاها برضو طبيب امراض جلديه على طول. يعني ما ينفعش تزور ده من غير ده، لان انا اللي هقول لها شعرك بيقع بطريقه طبيعيه ولا لا، وشعرك متاثر ولا لا، وفروه راسك متاثره ولا لا. الصحبات مع بعض ممكن يضروا بعض بشكل كبير، سلسال وبينفرد طبعا. يعني واحده تدخل في الاتجاه دوت، صاحباتها الشله شافوها شكلها امور بشعرها الجديد طبعا، كلهم زي الدومينو بيجروا ويقعوا ورا بعض في نفس الحفره، ابيض او اسود او وهم ولا شك ولا لا طبعا يقين بيقلدوا بعض. في سن معين التقليد ماشي على طول يعني. القضيه ان هم مش بينتقلوا من مرحله الانكار من مرحله سنيه معينه لمرحله سنيه ثانيه. يعني انا بحس زي بقول لك ان مش ممكن تكون واحده في سن ال 30 او ال 40 بنفس شعر ال 20. فانكار ان انا كبرت او ان انا عديت المرحله دي بتبقى عايزه تحتفظ بنفس الشعر اللي كانت بيه وهي عندها 16 17 سنه. فبتحط كل الوصلات دي تو كيب ات لوك از 16 17. طبعا ده ما ينفعش. سؤال رجالي بقى، مش معقول يعني الرجال اللي بيحطوا زي بوستاش او زي خصل شعر، معرفش دي موجوده ولا لا. اكستنشن ورا بيبقى فيه دايما، حتى فيه يمكن لو غير ورا كمان بيحطوه قدام ساعات، يعني في حاجه قدام كده ده بيبقى امبلانت عاده، بيبقى سرع اللي بيتحط قدام ده بيبقى زرع شعر. يعني في ناس كتير قوي فنانين حتى لو من غير ذكر اسامي لو افتكرتهم هتلاقي كان شعرهم خف ورجع تاني. ده طبعا ده عمليه زرع شعر. عمليه زرع الشعر دي عمليه دلوقتي بتقوم بيها اطباء التجميل وسهله جدا مش صعبه، وبقت بتديش ريجكشن من نفس الشعر، بتاخد من ورا ستريب ويتحقن قدام، وفي بالروبوت اللي هو بياخد حويصلات شعر بيزرعها قدام لما الشعر يخف. ده بتبقى مش اكستنشن، ده زرع شعر، ده هير امبلانت، وده معروفه وسهله وسيف وبتتعمل ما فيهاش مشكلة خالص. لكن الراجل اللي بيحط بوني تيل بقى الاكستنشن ورا ده، الاكستنشن ورا ده ما اعرفش ليه بيعمله، يعني بيعمله ايه؟ بيبقى هو يعني بيعمله هو نوع من ادواره او نوع من ستايله او نوع من نهائي حياته بترتبط بيه، يعني بيبقى معروف ان هو بالبوني تيل ده. وفي ناس كتير قوي مطوله شعرها دلوقتي مضفره ومزوده على الضفيره، دي اكستنشن. ده تراكشن. طبعا ده في رجال وفي بيظهروا في فرق بانز بتغني دلوقتي وبيشوفوهم والشباب بيقلدهم. للاسف ده ممكن يدمر الشعر برضه. لا بس هو ده الولد ما بيهتمش قوي بتدمير شعره، لك لو حصل ما حصل هلاقه وخلاص وخلصنا. لكن هي السيده لا، ما تبقى عايزه تحافظ على شعرها. كارثه، اي كارثه تحصل، البيت يحصل فيه مش عارف ايه، العربيه تتخبط، الا الشعر. الست الشعر يجي بالظبط، لابد انها وهي بتعمل كل الكلام ده تكون معاها طبيب. يعني هي بتعمل كل الاكستنشنز وكل الكلام ده يكون معاها طبيب، وهي واستشاريها برضو في الموضوع، ان هي زي ما بتروح الكوافير تروح للدكتور يقول لك ايه اللي يتحط دلوقتي وازاي تقدري تحافظي على شعرك الطبيعي مع الاكستنشن. انت بتنورينا النهارده وبسعد بهذا اللقاء سعاده غامره. الحوار هم ناس كتير، في ناس طبعا شعرها بدات تقلى عليه. صباح الفل.
الكاميرا مش جايباك ما تقلقش. في ناس تانية مش مهتمة بيها خالص صباح الفل برضه. في ناس طبعا يعني بس بالنسبة للبنات كله مركز كله منتبه جدا الاكستنشن حوار مفتوح حرب فتحناها هي حرب علمية الحقيقة هو الحرب العلمية لصالح البنات لصالح الستات. الصح يتعمل رجعوها كويس قوي في الحلقة دي بلاش طمع أرجوكم. وللراجل لازم تكون عينك فاحصة ما تنخدعش قوي وسهل ان انت تعرف يعني مش صعب فين الحقيقة وفين الوهم فين الطبيعي وفين الاكستنشن. اكيد حوار مثير مع ضيفتي العزيزة القيمة العلمية المتميزة الحضور الرائع استاذ الدكتور نضال اهلا بيك. ميرسي ثانك يو ميرسي خليكم دايما.